الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف بعون الله أوقفنا عليه. المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب قضاء الحاجة. هذا الباب يذكر فيه آداب قضاء الحاجة، وكما قلت قبل أو مع بداية الدرس إن مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الطهارة من وجوه: الوجه الأول أنه طهارة من القذر الذي يحصل للإنسان بعد قضاء الحاجة، فيه نظافة. والأمر الثاني أن الاستنجاء والاستجمار شرط للوضوء، لا يصح الوضوء بدون استنجاء أو استجمار. ذكرت أيضا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يدخلون في هذا الباب ما يتعلق به من مسائل وأحكام، ولهذا بعضهم يعنون لهذا الباب بباب آداب قضاء الحاجة، وبعضهم يعنون له بباب الاستنجاء والاستجمار لأنه هو المقصود الأهم هنا، ويذكرون بقية الأحكام والآداب. ومنهم من يعنون له بباب الاستطابة، لأن ورد في بعض الأحاديث: فليستطب بثلاثة أحجار. وبعضهم يعنون له بباب آداب الخلاء، آداب الخلاء، لأن قضاء الحاجة كان في الخلاء. على كل حال نعود. قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو نقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال: ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا ذكر مركب من التسمية بسم الله، ومن التعوذ من الخبث والخبائث، ومن الشيطان الرجيم. فهل كل هذا الذكر بهذه الصيغة المذكورة هنا ثابت أو ليس بثابت؟ وهل ذكر المؤلف هنا كل ما ورد فيما يتعلق بهذا الموضوع أو أنه أهمل شيئا مهما؟ قال: الدليل على هذا الذكر ما رواه ابن أبي شيبة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف، والكنيف هو موضع قضاء الحاجة، قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا نص. وفي نص آخر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. أما الحديث الأول فهو ضعيف، ولكن التسمية لها شواهد كثيرة. ورويت عند كثير من أهل الحديث، وصححها بعض أهل العلم، وعلى هذا فالتسمية مشروعة، وكذلك أيضا التعوذ من الخبث والخبائث. وأما الرجس النجس الخبيث فهذا الحديث
حديث أبي أمامة الذي ورد فيه التعوذ من الرجس النجس الخبيث الشيطان الرجيم، فالحديث فيه ضعيف جدا. وعلى هذا ينبغي المحافظة على التسمية وعلى التعوذ من الخبث والخبائث. ولا شك أن مواضع قضاء الحاجة مواضع للشياطين، والتسمية بإذن الله تحمي منهم، وكذلك التعوذ بالله منهم كما في الخبث والخبائث. والخبث والخبائث وردت بروايتين، إما الخبث جمع خبيث، والخبائث إناث الخبثة، أو الخبث والخبائث، والخبث يكون الشر والخبائث أهل الشر. وعلى هذا سواء قلت الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث كلاهما صحيح. قال: وإذا خرج قال: غفرانك غفرانك. وهذا في حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم، حديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وصححه جمع من أهل العلم وحسنه بعضهم، فالحديث حجة. ويقول أيضا: إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال لما روى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافان. وحديث أنس هذا ضعيف، ولكن الحالة تستدعي الحمد. يعني أصول الشريعة تدل على أن الإنسان يحمد الله عز وجل عند تجدد النعم واندفاع النقم. ولا شك أن قضاء الحاجة مما يستوجب الشكر لله عز وجل، فهذا الأصل يشهد لهذا الحديث بأن يقوله الإنسان إذا خرج من الخلاء. فالحال وأصول الشرع يدل على أن الإنسان ينبغي أن يذكر يقول هذا الدعاء أو هذا الذكر. قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى، ويقدم رجله اليمنى في الخروج. أما تقديم الرجل اليسرى في الدخول فبناء على الأصل العام في الشريعة أن اليمنى تقدم لما يحمد، واليسرى بعكس ذلك. فلا شك أن موضع قضاء الحاجة لما يعني لعكس ما يستطاب ويحمد. وقد أجمع العلماء على أن الشمال يبدأ بها في الأمور المفضولة، واليمنى للأمور الفاضلة. قال: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. هذه كلها من آداب قضاء الحاجة، من آداب قضاء الحاجة. فيكره أن يدخل الإنسان مكان قضاء الحاجة ومعه شيء فيه اسم الله تعالى. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وقد استدل لذلك بما روي عن سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. وهذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف، ولكن قال بعض أهل العلم يرجع إلى أهل الطب، فإذا كان الاعتماد على اليسرى أثناء قضاء الحاجة
مما يساعد على خروج الخارج فحسن أن يفعل، وإن كان ليس كذلك فالحديث لا ينهض للاستدلال للعمل به. قال: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، يعني إذا كان يريد قضاء الحاجة في المكان الصحراء في المكان الخالي فإنه يبعد عن مرأى الناس، يبعد عن مرأى عيون الناس. وهذا في حديث رواه البخاري وهو حديث المغيرة، المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. ولا شك أن هذا من كمال الأدب، من كمال الأبد أدب أن الإنسان يبتعد عن أعين الناس عند قضاء حاجته، خوفا من أن ترى عورته، وأيضا من الأدب ومن مكارم الأخلاق. قال: وارتاد لبوله موضع الرخوة، يعني يحرص من يريد أن يقضي حاجته في الفضاء أن يبحث عن المكان اللين من أجل ألا يترشش عليه شيء من البول لو كان صلبا. وفي حديث: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا، يعني موضعا لينا أو رخوا أو دمثا من أجل ألا يترشش عليه البول. قال: ولا يبولن في ثقب ولا شق. والدليل على ذلك حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، والحديث حسن. قال: ولا في طريق، يعني ولا يجوز قضاء الحاجة في طريق الناس، ولا ظل النافع، أيضا لا يجوز قضاء الحاجة في الظل النافع الذي ينتفع به الناس ويستظلون به. وفي ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ومثل طريق الناس وظلهم أماكن تنزههم وأماكن جلوسهم، فمثلا الحدائق والسواحل والمتنزهات، كل الأماكن التي يرتادها الناس ويجلسون فيها أو يقضون فيها بعض أوقاتهم لا يجوز قضاء الحاجة فيها لما في ذلك من إيذاء مرتاد هذه الأماكن. ولا يجوز للمسلم أن يؤذي المسلمين في مرافقهم التي يحتاجون إليها وينتفعون بها. قال: ولا تحت شجرة مثمرة. وهذا أيضا لا إشكال في أنه مما لا يجوز لما يترتب على ذلك من إفساد الثمرة على الناس، لأن قد يسقط شيء من الثمر فيصيبه هذا النجس، ولأنه أيضا مما يكره من يأتي إلى هذه الشجرة ليأخذ ثمرها، يكره إليه الثمر من يرى تحتها ذلك القذى. وأيضا يسبب إيذاء لمن يأتي إلى الشجرة، فهو يسبب أذى لمن يأتي إلى هذه الشجرة إذا يناله هو بالرائحة الكريهة وربما التنجيس، وأيضا يكره إليه ثمرة الشجرة، وربما أيضا من وجه ثالث يسقط شيء من ثمر هذه الشجرة على هذا
على هذه النجاسة. قال: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. والحقيقة بعض الفقهاء يذكرون هذا، أن لا يعني يكره استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة، ويقولون لما فيهما من نور الله عز وجل. ولكن هذا الحكم الحقيقة محل نظر، والعلة التي يعللون بها أيضا محل نظر من وجه آخر. فالله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، ولا يشبه شيئا من خلقه، وليس هناك دليل أيضا يدل على كراهة استقبال الشمس والقمر، بل العكس، فيه دليل يدل على استقبالهما دون كراهة، وهو حديث: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروهما ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الخطاب كان في المدينة، هذا الخطاب كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في المدينة. ومن يشرق أو يغرب وهو في المدينة فلا بد أن يستقبل القمر أو الشمس، لأن الشمس والقمر يغربان من المشرق ويشرقان من المشرق ويغربان في المغرب في الغرب. وقبلة المسلمين في المدينة جهة الجنوب، ويقول: لا تستقبلوا القبلة، يعني جهة الجنوب، لأن القبلة في جهة الجنوب، ولكن اتجهوا إلى الشرق أو إلى الغرب. والاتجاه إلى الشرق أو الغرب لا بد أو يلزم منه استقبال القبلة، استقبال القمر أو الشمس. ثم قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ويجوز ذلك في البنيان. دليل الحديث السابق: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، لا يجوز استقبالها ولا استدبارها. وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولكن الأرجح ما ذكره المؤلف هنا، أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الفضاء، ويجوز داخل البنيان. والدليل على أنه لا يجوز في الفضاء الحديث السابق، ويدل على جوازه داخل البنيان حديث ابن عمر الذي ذكره هنا، قال: ويجوز ذلك في البنيان. والحديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لقيت يوما على بيت حفصة ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبلا الشام. فقال الفقهاء رحمهم الله أن الجمع بين الحديث الأول والحديث الثاني أن الحديث الأول محمول على ما إذا كان في الفضاء، والحديث الثاني محمول على ما إذا كان في البنيان أو بينه وبين القبلة حائل. قال: فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه. واستدل من قال ذلك بأن المسح فيه زيادة استبراء من البول، يعني يمسح الذكر من أصله إلى نهايته يخرج البول المتبقي فيه. ثم قال: وينتره، ثم ينتره ثلاث: النتر جذب البول من الذكر جذب داخلي. أنا وجدت أن بعض المتكلمين يقول جذب باليد، لا، الجذب باليد هو في الأولى اللي يسمونه المسح، أما النتر فهو جذبه من الداخل، جذب داخل، هذا هو النتر. والمسح
باليد اليسرى من الخارج. التعليل لذلك أولا فيه دليل ولكنه حديث ضعيف، قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات، ولكن هذا الحديث ضعيف لا ينهض للاستدلال. فيبقى الحكم أنه لا يشرع ذلك، وقد نبه شيخ الإسلام وغيره إلى عدم شرعية لا النتر ولا مسح الذكر باليد لإخراج ما قد يكون متبقيا فيه، قالوا لأن ذلك قد يسبب السلس، قد يسبب السلس، والحديث الوارد فيه لم يثبت. وبناء عليه فيبقى الإنسان على الأصل إلا إذا كان يعلم أو متيقن أنه يمكن أن يوجد شيء وأن قد يعني يخرج خارج بعد الاستنجاء، وأن مسحه مما ينقيه، فربما يقال إن ذلك طريق للطهارة. قال ولا يمس ذكره بيمينه، وهذا في حديث صحيح، ولا يتمسح بها أي لا يمسك الحجر ونحو بما يستجمر به بيمينه، وإنما يمسك ذكره بشماله، وهذا في حديث لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ثم يستجمر وترا، الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيل بالماء، والاستجمار هو مسح الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها مما ينقي، حجارة ونحوها مما ينقي سواء كان قماشا أو ورقا أو خشبا أو حجارة، بشرط أن يكون منقي، أن يكون منقيا، فإن كان صقيلا أو أملس أو رطب لا ينقي فإنه لا يصلح للاستجمار. قال ثم يستجمر وترا يعني يقف على 3 أو 5 حسب الإنقاء. والدليل على استحباب الإيتار في الاستجمار ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة من استجمر فليوتر ثم يستنجي بالماء، يعني إذا أراد أن يجمع بينهما فهو أفضل، لأن عندنا 3 درجات. الدرجة الأولى أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء بأن يمسح الذكر أولا بحجارة أو نحوها ثم يغسله بالماء، فهذا جمع بينهما، قالوا وهو أفضل وأكمل. الحالة الثانية أو الدرجة الثانية أن يقتصر على الماء فقط. الدرجة الثالثة أن يقتصر على الاستجمار فقط، وكلاهما مجزئ، ولكن أعلاهما نظافة الجمع بينهما ثم الماء ثم الاستجمار، ولكن الاستجمار الاقتصار على الاستجمار مشروط بألا يتعدى الخارج، بألا يتعدى الخارج موضع الخروج، فإن انتشر هنا وهنا فلا بد من غسله. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، متى؟ إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة. والدليل على أن الاستجمار يجزئ إذا اقتصر عليه هذا الحديث، حديث عائشة، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه 3 أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، تجزئ عنه. هذا الشاهد، قال ولا يجزئ أقل من 3 مسحات منقية، لا يجزئ أقل من 3 مسحات منقية. والدليل على 3 حديث سلمان رضي الله عنه لما قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين
أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. قال: ويجوز الاستجمار بكل طاهر، بكل طاهر كالأحجار والتراب والمناديل وما أشبه ذلك، ولكن لا بد أن يكون مما ينقي، ولهذا قال ينقي المحل، يعني يزيل النجاسة، يزيل النجاسة. إلا الروث فلا يستجمر به، وفي نهي. وإلا العظام، لأنه مر معنا في حديث سلمان رضي الله عنه، وكذا ما له حرمة، قالوا مثل كتب العلم ومثل الأوراق مثل العملة النقدية وغيرها وغيرها، كل هذا مما هو محترم. قال: باب الوضوء. باب الوضوء، كما قلت في بداية الدرس، هذا هو يعني المهم في هذا الكتاب، لو كتاب الطهارة، الوضوء والغسل، لأنه هو الذي فيه رفع الحدث، وما سبق وما يلحق كلها مكملات ومتممات لهذين الموضوعين. إنما رفع الحدث يكون بالوضوء بالنسبة للحدث الأصغر، وبالنسبة للحدث الأكبر يكون رفعه بالغسل. ما سبق كما قلنا هو وسيلة التطهر، الكلام عن الماء، الآن يوضع فيها الماء، الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة يسبق الوضوء، المس على الخفين عند لبس حائل على القدمين ونحو ذلك، التيمم عند عدم الماء، إزالة النجاسة إذا عرضت نجاسة في البقعة أو في الثوب أو في البدن، وهكذا الحيض حالة عارضة عند النساء. فأصبح عندنا الموضوعان الأساسيان في كتاب الطهارة الذي هي شرط للصلاة هو الوضوء والغسل. باب الوضوء. قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. هنا يبين النية وأنها شرط لصحة الوضوء، النية شرط لصحة الوضوء. وبالمناسبة قال إن هذه النية ليست شرطاً فقط للوضوء، وإنما هي شرط لكل العبادات، كل العبادات لا بد لها من نية. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هنا فيما يتعلق بالوضوء قال: إنما الأعمال بالنيات، والوضوء عمل من الأعمال، عبادة من العبادات، فلا بد له من نية. قال: ثم يقول بسم الله، يعني بعد النية يقول بسم الله. والدليل ما روي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة أيضا. الحديث يعني ليس بالقوي، والإمام أحمد رحمه الله قال: لا يثبت فيه شيء، ولكن بعض أهل العلم صحح الحديث وبعضهم حسنه بمجموع طرقه، لأنه روي من أكثر من طريق. وعلى كل حال، فبناء على أن الحديث قد صححه جمع من أهل العلم، والتسمية في الأصل تشرع لأكثر الأعمال، وأيضا جاء كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو كذا، وإن كان هذا الحديث أيضا في مقال، إلا أن بعضهم هذه الأحاديث يشد بعضا، فنقول تشرع التسمية في الوضوء. وهذا الذي حمل جمهور أهل العلم على استحباب التسمية عند، وبعضهم يجيبها بعد.
ثم قال: ويستحب أن يغسل كفيه ثلاثة، لما روى حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء، يعني بماء للوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. والحديث متفق عليه. هذا الحديث مهم جدا في باب الطهارة للصلاة، عمدة في باب الوضوء. هذا الحديث عمدة في باب الوضوء، ولهذا لابد أن نستحضره، لأنه سيمر معنا في حالات كثيرة. سيمر معنا كل ما جاءنا حكم نقول لحديث عثمان، سيأتي معنا في مواضع لحديث عثمان. وفي باب الوضوء عندنا ثلاثة أحاديث مهمة جدا، هذا أوله، وسيأتينا حديثان آخران، كل صفة الوضوء تدور حول الأحاديث الثلاثة هذه. أما الحديث الأول فهو حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي تلوته عليكم الآن. قال: ثم يتمضمض ثلاثا استحبابا، وبعضهم قال الواجب واحدة وما زاد فهو استحباب، وهكذا بقية غسل الأعضاء، الواجب منها واحدة تعم المحل، والثانية والثالثة مستحبة، ويستنشق ثلاثة والواجب واحدة أيضا، ويعقبه الاستنثار وهو إخراج الماء، يجمع بينهما بغرفة، يجمع المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. وللفقهاء أو للعلماء في ذلك، يعني في صفة المضمضة والاستنشاق، لهم صفات مذكورة وقد وردت في أحاديث، بعضهم يجعل ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، وبعضهم يجعل المضمضة والاستنشاق كلها في غرفة واحدة، وهذا هو ظاهر كلامه هنا. والأرجح أن يكون غرفة للمضمضة والاستنشاق، غرفة لكل مضمضة واستنشاق، فيكون عندنا ثلاث غرفات لثلاث مضمضات وثلاث استنشاقات، هذا هو أرجح الصفات. هو قال يجمع بينهما بغرفة، يعني غرفة واحدة للكل، أو يجمع بينهما بثلاث غرفات، وهذا هو الأرجح. ثم يغسل وجهه ثلاثا، الواجب واحدة كما ذكر، والثلاث مستحبة. حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ويستحب أن يخلل لحيته إن كانت لحية كثيفة، لأن اللحية ما تكون كثيفة فلا يجب غسل داخلها، وإنما يستحب تخليلها، وإن كانت خفيفة فيجب غسلها وغسل بشرتها. ولهذا قال: وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. هذا سؤال للرجال، السؤال يقول: لو واحد منكم راح للبحر اليوم وجد سمكة قد رماها البحر على الساحل ميتة، حلال ولا حرام؟ والدليل بدك تجيب الحكم والدليل. اي نعم تفضل. شكلي يقول انت دليل. احسنت، حط الجواب. تفضل تعال. طيب، نقف على قول المؤلف: وإن كانت تصف، لا، ثم يغسل يديه للمرفقين ثلاث. موفق، الله يجزاك خير، مبارك.